قال رئيس المنظمة البيئية غير الحكومية السيد أرنولد شوارزنيجر بولاية وهران، وذلك من أجل هيكلة سلسلة من المشاريع التي تخص البيئة والتي تدخل ضمن مهام المنظمة، والتي تدعو أيضا إلى العمل للتقليل من انبعاث غاز الكربون على مستوى المناطق وتطوير مجال الاقتصاد الأخضر. كما حرص خلال الزيارة على معاينة مركز الردم التقني بحسب نيف، والذي يقوم على الرسكلة والتسيير وتقييم الفيات، كما قام بالتوقيع على عدة اتفاقيات في مجال البيئة والاقتصاد الأخضر. سارة فرندي وبعلام الإمام رصدتان. لقد قطعنا وعدا بمساعدة وهران والجزائر لاستغلال النفايات ورسكلتها وإعادة استعمالها كطاقة متجددة. تهانينا للجزائر ولوهران بتطبيق هذا الإنجاز الرائع على أرض الواقع.